الفول السوداني بيتزرع من شهر 5 واول 6 بنزرعه كده في الارض، وبعد كده بننظفه من الحشاش والحاجات المضره ليه. بياخد السماد بتاعه والكماوي، الميه، يعني هو مش مكلف جدا. المحصول بقاله كام سنه كده كان مضرور، والحمد لله في تحسن السنه دي، وبيتحصد في شهر 10 او 11. الحمد لله يعني في تحسن في محصول الفول، في النبات نفسه كان في حاجات مضره ليه بس ما كانش حد عارف السبب، وبقت رباني كده الحمد لله، جت من عند ربنا ان هو بقي في تحسن لوحده. بدا يقل محصوله، بدا الناس تقل في الزرع بتاعه شويه، وبدات الناس ترجع ليه تاني بعد ما كانت الناس بطلته.